السلام عليكم. اليوم راح نديروا جولة في حديقة تاع واد السمار التي تم يعني إنشاؤها بعد ما غلقت المفرغة العمومية تاع واد السمار وحولت إلى حديقة، وتعتبر الحديقة هذه تاع واد السمار اللي رانا نشوفوا الصور نتاعها تعتبر واحدة من أكبر يعني الحدائق في الجزائر، والمؤسف أنها بحد الآن ما زالت مغلقة بعد ما تم يعني إدلاء بعدة يعني تصريحات حول إمكانية فتحها للجمهور، لكن إلى حد الساعة ما زالت مغلقة. والملفت للانتباه هو أن الحديقة هذه بعد عدة سنوات من إنشائها الإخضرار أخذ يعني أشكال جد متطورة، وأصبحت الآن عبارة عن يعني كثيفة من ناحية الإخضرار نتاعها، لكن رغم ذلك فهي تنقص كثير من غرس الأشجار، لابد تكون فيه أشجار عالية لتعلي الدير الظل وكذا. إذن هذا مش ممكن يكون في المستقبل، وكذلك للعلم أنه الحديقة هذه تقع فوق المفرغة العمومية اللي فيها من تحت فيها مواد يعني سامة مالت ملوثة، يجب الاستخراج نتاع المواد هذيك. وفي إن شاء الله في فيديو آخر سوف نتكلم على الجانب التقني نتاع يعني التنقية والتصفية تاع الأرض اللي جاية تحت الحديقة هذه، لأن فيه معدات لجمع كل هذيك المواد الملوثة تحت الأرض من غاز الميثان وكذلك من مياه ملوثة تسمى بالليكسيفيا، وهذه المواد تجمع ويتم تصفيتها بالنسبة للمياه أو حرقها بالنسبة للغاز في معدات منشآت بجوار الحديقة هذه. إذا نخليكم تتابعون الحديقة بحد ذاتها إلى في هذا الفيديو، ويكون فيديو آخر نتكلم على الجانب التقني نتاع التصفية اللي تكلمنا عليها. إذا نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.